اهلا بحضراتكم. المباراة اللي بينتظرها المصريين وخصوصا محبين نجمنا المصري الفرعون محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، وهي مواجهة الريدز مع ريال مدريد الاسباني في دور 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا. هيبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من كورتوا في حراسة المرمى، وخط دفاع كارفاخال وميليتاو وروديجر وألابا. خط الوسط هيبدأ بمودريتش وكامافينجا وفاليفاردي، وفي خط الهجوم هيكون بيمثله فينيسيوس جونيور وبنزيما واخيرا روديجر. بينما يبدا ليفربول بتشكيل مكون من اليسون وروبرتسون وفان دايك وجوميز وارنولد وباجيتش وفابيانو وهندرسون ونجمنا المصري محمد صلاح ونونيز واخيرا جاكابو. بيحلم جمهور ليفربول ان فريقهم يقدر ياخد بطاره من ريال مدريد ويحقق الفوز بعد 9 سنوات ما قدرش فيهم يفوز على الفريق الملكي. لكن محمد صلاح وجمهوره ليهم طار تاني خالص عند ريال مدريد من ساعة ما أصيب صلاح بخلع في الكتف على إيد نجم ريال مدريد السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي سيرجيو راموس نجم دفاع ريال مدريد السابق. كمان حرم الفريق الملكي محمد صلاح وقتها ورفاقه من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم اللي كانوا فيه أقرب فريق للتتويج باللقب، وكانوا عاملين موسم استثنائي. ده اللي بيخلي محمد صلاح ومحبيه يحسوا ان ليهم طار كبير عند الفريق الملكي. قبل المباراة اللي هتنطلق خلاص بعد دقايق من دلوقتي، خلينا اكلمكم شوية عن ارقام محمد صلاح في مواجهة الاندية الاسبانية. محمد صلاح لعب 19 مباراة ضد الاندية الاسبانية، نجح خلالها في تسجيل 4 اهداف وصنع 3 اهداف اخرى، وخلال 19 مباراة دول فاز فريق محمد صلاح في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 10 مباريات. بيعتبر ريال مدريد الاسباني اكتر فريق لعب قدامه نجمنا المصري محمد صلاح بالنسبة لفرق اسبانيا، وكان دوت في البطولات الاوروبية المختلفة، وتقابل محمد صلاح مع ريال مدريد 6 مرات مع روما وليفربول، خرج منها ب5 خسائر وتعادل وحيد. كانت اخر مشاركات محمد صلاح نجمنا المصري ضد ليفربول ضد ريال مدريد كان في نهائي دوري ابطال اوروبا، وكان دوت في عام 2022، وهي المباراه اللي انتهت بخساره الريدز بهدف نظيف مقابل طبعا 0 لنادي ليفربول. لعب محمد صلاح 2 مباريات ضد برشلونه، مباراه كانت بقميص روما في موسم 2015 و2016 في دور المجموعات، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. والمباراة الثانية كانت مع ليفربول وانتهت ايضا بهزيمة الريدز ب3 اهداف نظيفة. ده كان في ذهاب نص نهائي موسم 2018-2019. لعب كمان محمد صلاح ضد اتلتيكو مدريد الاسباني في 4 مباريات، خسر فيهم 2، الاولى بهدف نظيف والتانية كانت ب3 اهداف لهدفين في لقاء او كان في ذهاب واياب دور ضمن النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا، وده كان في موسم 2019-2020 على التوالي، وفاز في 2 على الاتليتي في دور المجموعات موسم 2021-2022، الاولى كانت بثلاثية مقابل 2 والتانية كانت ب2 بدون اي مقابل، سجل كمان خلالهم 2 محمد صلاح طبعا نجمنا المصري. كمان لعب محمد صلاح 4 مباريات ضد اشبيلية، كانت 2 منهم مع فيرونتينا، خسر الاولى ب3 اهداف دون رد والتانية خسرها ايضا بثنائية نظيفة، وده كان في نص نهائي دوري الابطال موسم 2014-2015 قبل ما ينتقل الى نادي ليفربول الانجليزي. المباراتين التانيين كانوا بقميص ليفربول، وكان دوت في دور المجموعات بدوري الابطال، وكان في موسم 2017-2018. في المباراة الأولى سجل محمد صلاح 1 في التعادل ب2 لكل من الفريقين طبعا انتهت النتيجة في النهاية بالتعادل بينهم، وكان نجح النجم المصري محمد صلاح في ان هو يسجل 1 خلال هذا اللقاء، ولكنه ما قدرش يسجل في المباراة الثانية واللي انتهت ايضا بالتعادل بين الفريقين، ولكنه كان تعادل ايجابي ب3 اهداف لكل فريق من الفريقين. قابل كمان النجم المصري فريق فياريال 3 مرات، الاولى كانت بقميص روما في بطولة الدوري الاوروبي 2016-2017، وقدر بقيادة فرقته ان هو يقدر يفوز ب4 اهداف بدون مقابل، وصنع 1 الاهداف الـ4، وكمان قدر يقود ليفربول للفوز على الفريق الاسباني في 2 نص نهائي النسخة الحالية من دوري ابطال اوروبا بواقع 2-0 و3-2، وصنع فيها صلاح 1 في كل مباراة. في النهاية بنتمنى الفوز والتحقيق نتيجة ايجابية لنجمنا المصري محمد صلاح وفريقه ليفربول. بشكركم على حسن المتابعة، والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم 7، ونلقاكم على خير بعد المباراة.